دائما بسم الله نبدأ. نواصل دروسنا حول مقرر تنظيم حاسبات واحد، وننتقل إلى الباب الثاني بعنوان Basic Computer Organization and Design، تنظيم وتصميم الحاسب الرئيس. نبدأ دروس هذا الباب بالدرس الأول، ويحتوي على المواضيع التالية: أولا Instruction Codes، ما هي شفرات أو ترميزات التعليم؟ ثانيا Stored Program Organization أو تنظيم البرنامج المخزن أو المحفوظ، وفي هذا الموضوع سنعرف شرح هذه الطريقة من طرق التنظيم. الموضوع الثالث العنونة غير المباشرة Indirect Address، وفيها نشرح كيف نصل إلى البيانات في هذا النوع من أنواع العنونة. نبدأ بالموضوع الأول Instruction Codes أو شفرات التعليم. نعرف أن مستخدم الحاسب يستطيع التحكم في عمليات الحاسب عن طريق استخدامه لبرامج الحاسب. The user of a computer can control يستطيع التحكم the process عمليات الحاسب بواسطة البرنامج by means of a program. فما هو البرنامج؟ البرنامج هو مجموعة من التعليمات التي تحدد ثلاثة أشياء مهمة. تحدد لنا أولاً ما هي العملية المراد تنفيذها، ما هو الإجراء الذي نريد أن نعمله بالحاسب، وما هي البيانات الداخلة في هذا الإجراء أو التي نحتاجها لتنفيذ الإجراء، وما هو تسلسل الإجراء الذي يجب أن يتبع لتنفيذ الإجراء. A program is a set of instructions، مجموعة من التعليمات that واحد specify the operation، تحدد العملية المراد عملها. اثنين specify the operands، البيانات الداخلة في هذه العملية. ثلاث the sequence by which the processing has to occur، التسلسل الذي يجب أن يتبع لتنفيذ العملية. ذكرنا أن البرنامج هو مجموعة تعليمات، فما هي التعليمة بالنسبة للحاسب؟ A computer instruction is a binary code، هذا أهم شيء يجب أن نعرفه. تعليمة الحاسب هي شفرة أو رمز من الأرقام الثنائية zeros and ones. هذه الشفرة أو هذه التعليمة تحدد specifies the sequence of micro operations، عن طريقها نحدد تسلسل العمليات الدقيقة التي يجب على الحاسب أن ينفذها لإجراء عملية محددة. إذن computer instruction is a binary code that specifies a sequence of micro operations for the computer to perform a specific operation، لينفذ عملية محددة. كما موضح في الرسم، عادة تقسم شفرة التعليمة أو الـ Instruction Code إلى جزئين، هما جزء العملية Operation Part وجزء العنوان الـ Address Part. هذه كلها من البداية إلى النهاية عبارة عن Binary Code، يعني داخل هذه الأجزاء نجد عدد من الأصفار الزيروز والونز، وهنا أيضا نجد عدد من الزيروز والونز، وكل جزء يترجم بطريقة معينة في الحاسب أثناء تنفيذ العملية. ونلتقي في الدرس التالي.